السلام عليكم خوتي، ان شاء الله كامل راكم بلاه صحة رمضانكم. جينا نحكوا على لا سيري ديالنا اللي درناها هكذا يا ليام. احوال الناس من انتاج خونا العزيز رضا سيتي ساز، اخراج خونا العزيز امي بومدين. تحية كبيرة للناس كاع اللي شاركوا في هذا المشروع. وهذا المشروع يا خوتي ماشي داخل في نتفليكس ولا داخل، هذه حاجة كنا نعالجوا في مواضيع اجتماعية. هاد المواضيع اللي رانا عايشين فيها حنا الجزائر العميقه، حنا كنا نعالجو في شو نعطولكم الواقع، ما كناش نزيدو عليها ولا كنا نتورنيو، كنا نعطيكم في الواقع. هذا واش كاين، كنا نلحقوا الشوك قبل ما يلحق ليه بالك. بالك انت باش تشوف الشوك هذاك كفو بتكاكا يا اخو، ما تغبنش يماك يا وربي. يطلق صراحه جميع مسجون، وربي يكون مع جميع مظلوم، وربي يشافي مرضانا ان شاء الله، والله يرحم موتانا. واستناونا بقوة غدوة الحلقة الأخيرة هكذا يا ليام.